مرحبا بمشاهدينا الكرام، لازلنا في إطار الحديث عن تاريخ الفلسفة اليونانية، هذه المرة مع المرحلة الثانية وهي مرحلة النضج. في الفيديو السابق تحدثنا عن الفترة الأولى من مرحلة النضج وهي التي يمثلها أفلاطون، الآن سنتحدث عن الفترة الثانية من مرحلة النضج وهي التي يمثلها الفيلسوف أرسطو. لنتعرف على معالم فلسفة أرسطو. أرسطو يعد من بين تلاميذ أفلاطون، إذ لازمه في أكاديميته لقرابة 20 سنة، فقضى فيها في هذه 20 سنة قضى منها فترة في التعليم وفترة في التعلم. لكن بعد موت أفلاطون سيغادر أرسطو أثينا تاركا وراءه الأكاديمية، لكن بعد بضع سنين سيعود أرسطو إلى أثينا وسيؤسس هناك مدرسة خاصة به في أحد الملاعب الرياضية بأثينا، إذ اعتاد أرسطو إلقاء الدروس وهو يمشي بجوار الملعب مع تلامذته، وهذا هو الأمر الذي يجعل فلسفته تسمى بالفلسفة المشائية وينعت أتباعه بالمشائيين، أما فلسفته فتوصف بالفلسفة المشائية. اختلف أرسطو كثيرا مع أستاذه أفلاطون، بحيث أن أفلاطون كان يعتمد في أسلوبه على الحوار والقصة من أجل تبليغ فلسفته وتعليمها لتلامذته، لكن أرسطو تجاوز ذلك وكان منهجه في البحث والتدريس هو المنهج النقدي التحليلي والمنهج التأسيسي البنائي. فالمنهج النقدي التحليلي عند أرسطو يعتمد على 4 مراحل أو 4 خطوات. المرحلة الأولى هي تحديد موضوع البحث، الخطوة الثانية هي عرض مختلف الآراء التي تناولت ذلك الموضوع وتمحيصها، الخطوة الثالثة هي تسجيل الصعوبات أي المسائل المشكلة في الموضوع وتعريف الصعوبة، الخطوة الرابعة والأخيرة هي النظر في المسائل أنفسها والبحث عن حلول مستعينة بالنتائج المتحصل عليها في المراحل السابقة. إن أرسطو يعتبر هو أول فيلسوف نظر إلى العلم في كليته وشموليته وواضعا بذلك مبادئ العلوم وتصنيفها، فالعلم عنده ينقسم إلى قسمين، علم نظري وعلم عملي. فالعلم النظري ينتهي إلى مجرد المعرفة ويقع على الوجود فينظر فيه من 3 جهات، أولا من حيث هو متحرك ومحسوس وهذا هو العلم الطبيعي، ثانيا من حيث هو مقدار وعدد وهذا هو الذي نسميه بالعلم الرياضي، أخيرا من حيث هو وجود بالإطلاق أي الحديث عن الميتافيزيقا. أما العلم العملي فالمعرفة فيه تهدف إلى تدبير الأفعال الإنسانية، وذلك إما في نفسها عندما نتحدث عن العلم العملي بمعناه المحدود، وإما بالنسبة إلى موضوع يؤلف ويصنع وهذا هو الفن. إذن العلم العملي حسب أفلاطون يدبر أفعال الإنسان بما هو إنسان من 3 نواحي، أولا في شخصه وهذا هو الأخلاق بمعناها الضيق، ثم في الأسرة هو الذي يسمي أرسطو بتدبير المنزل، ثم أخيرا في الدولة وهو ما يقصد به أرسطو السياسة. يدبر الفن أفعال المخيلة والأعضاء فيبتكر موضوعات مفيدة أو جميلة، ويعتبر العلم النظري حسب أرسطو أشرف وأعظم من العلم العملي، لأن كمال العقل عند أرسطو أسمى قوى الإنسان، ولأن العلم يطلب للعلم فقط أي أن العلم هنا يطلب لذاته ولا يطلب لغرض آخر. وأشرف العلوم النظرية عند أرسطو هو علم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا، لماذا؟ نظرا لسمو موضوعه وثباته وابتعاده عن التغير. فإذا كان العلم النظري أشرف من العلم العملي فإن هذا الأخير يعني العلم العملي هو بدوره أشرف من الفن، لماذا؟ نظرا لشرف موضوعه وبعده من المحسوس بالقياس إلى موضوع الفن، بمعنى أن العلم العملي لا يرتبط بما هو محسوس، الفن يرتبط بشكل كبير بالمحسوس، وكلما ارتبط علم ما بالمحسوس إلا وكان أدنى وأقدح من ما هو ثابت. لهذا فأشرف العلوم والأعمال هو ما ابتعد عن المحسوس واقترب من الثبات. إذن فأرسطو
يعتبر فيلسوفا موسوعيا شاملا، كانت فلسفته تنفتح على كل أنواع المعرفة والبحث العلمي، إذ بحث في الطبيعة والميتافيزيقا والنفس وعلم الحياة والسياسة والشعر والخطابة والمسرح. ولهذا تصنف أعمال أرسطو إلى 5 أقسام كبرى، وهي أولا الكتب المنطقية التي تندرج تحت اسم الأورجانون، ثم الكتب الطبيعية، ثالثا الكتب الميتافيزيقية، رابعا الكتب الخلقية والسياسية، خامسا الكتب الفنية التي تندرج تحتها الخطابة والشعر. لنتعرف على المنطق عند أرسطو، تجتمع جميع مؤلفات أرسطو في علم المنطق كما سبق وأن أشرنا تحت اسم الأورجانون، وتعني كلمة الأورجانون الأداة، لأن تلك المؤلفات كانت تبحث في موضوع الفكر الذي هو الأداة أو الوسيلة التي تمكننا من تحصيل المعرفة. لأن تلك المؤلفات كانت تبحث في موضوع الفكر الذي هو الأداة أو الوسيلة التي تمكننا من تحصيل المعرفة. فالمنطق عند المعلم الأول هو القانون الأساسي والأسمى للفكر، فهو الذي ينظم عملياته، أي ينظم عمليات الفكر، وهو الميزان الذي نزن به البحث العلمي، وهو ضابط لصحيحه من فاسده، وبه ترتبط كليات هذا الوجود بجزئيته وكلياته وجزئيته ببعضها البعض. يعتبر أرسطو هو أول فيلسوف قعد المنطق ووضع أسسه وضوابطه، فكان أول من بوب أبوابه وفصل فصوله ووضع أجزاءه. لكن المنطق عند أرسطو ليس علما من العلوم، ليس جزءا أو ركنا من المعرفة، بمعنى أن المنطق عند أرسطو لا يشكل معرفة ولا يعتبر من بين المعارف التي عالجها، بقدر ما يشكل أداة للمعرفة ووسيلة لها، كما تدل على ذلك تسمية الأورجانون. تنقسم الأعمال المنطقية لأرسطو إلى 6 أقسام، القسم الأول مرتبط بالمقولات، القسم الثاني مرتبط بالعبارة، القسم الثالث والرابع مرتبط بالتحليلات الأولى والثانية، القسم الخامس مرتبط بالجدل، والقسم السادس مرتبط بالأغالب. نشوف علم الطبيعة عند أرسطو. يعتبر أرسطو هو أول فيلسوف يؤلف كتابا في الطبيعة، بمعنى ليس هو الأول، ولكن هو أول من سيؤلف كتابا وسيدرس فيه العناصر الطبيعية بشكل مختلف عن من سبقه من الطبيعيين. فهذا الكتاب يدرس مبادئ الأجسام الفيزيائية والحركة بطريقة منظمة، حيث يرى أن الطبيعة يجري فيها أولا تقصي المبادئ أي الماهيات الطبيعية، وثانيا المسائل العامة للحركة. يقول أرسطو في كتابه علم الطبيعة إن الطبيعة هي التي تكون الحيوانات والأجزاء المختلفة المركبة منها أجسامها، لأننا نقول على هذه الأشياء وعلى جميع تلك التي تشبهها إنه توجد بعمل الطبيعة وحده. كل الكائنات الطبيعية تحمل في أنفسها مبدأ حركتها وسكونها، سواء بأن بعضها لها حركة النقل في المكان، أو بأن الأخرى لها حركة نمو وفساد داخلية، أو أخيرا بأن أخرى لها حركة استحالة أو تحول في الكيفيات التي لها. من خلال هذا النص يتضح على أن موضوع العلم الطبيعي عند أرسطو يرتبط بالوجود المتحرك حركة محسوسة بالفعل أو بالقوة. فالحركة عند أرسطو تنقسم إلى 3 أقسام، أولا أو النوع الأول هو الحركة في الكيفية والتي تسمى استحالة، ثم ثانيا الحركة في الكمية وهي التي تسمى نموا أو فسادا، ثالثا الحركة في المكان وهي التي تسمى النقلة. إن الكتب الطبيعية الأرسطية تتضمن 5 كتب، وهي كتاب الطبيعة أو السماء الطبيعي، وهو مؤلف من 8 أجزاء، ثم كتاب السماء أو العالم، ثم كتاب الكون والفساد، ثم كتاب الظواهر الجوية. هذا العلم الذي ألف فيه أرسطو كتب كثيرة ينقسم إلى الكلام في الموجود الطبيعي بالتفصيل، أي أولا في الموجود الطبيعي المتحرك بالنقلة، وهذا هو موضوع كتاب السماء أو العالم، وثانيا في الموجود الطبيعي المتحرك بالاستحالة،
وهذا هو موضوع كتاب الكون والفساد، وثالثا في الموجود الطبيعي المتحرك بالنمو والفساد، أي الجسم الحي، وهذا هو موضوع كتاب النفس ولواحقه الطبيعية وكتاب الحيوان. نشوفه الآن أرسطو في علم الميتافيزيقا أو ما بعد الطبيعة. تعتبر العلوم النظرية حسب أرسطو أعلى وأشرف من العلوم العملية، لأن العلم بالعلة وبالكل أعلى من العلم بالواقع فقط، ولأن الذي يطلبه يعلم بالقوة جميع الجزئيات المندرجة تحت الكل، والكل يتفاوت فتتفاوت مراتب العلوم تبعا لذلك التفاوت، كما أن الذي يعلم العلة أجدر على التعليم، وتتفاوت هذه القدرة من إنسان إلى إنسان بتفاوت العلم بالعلة. وأخيرا فالعلم الحقيقي حسب المعلم الأول هو العلم الذي يطلب لذاته وليس لمنفعته. إذن فإن أعلى هذه العلوم النظرية هي الحكمة، أي العلم الذي يدرس الوجود بما هو وجود ومحمولاته الجوهرية. هذا العلم هو الذي يسميه أرسطو بالفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا، على خلاف الفلسفة الثانية المقصود بها هي العلم الطبيعي. فالفلسفة الأولى تقوم بدراسة العلل الأولى بالإطلاق، يعني بشكل مطلق، يعني بشكل كلي، كما أنها تهتم بدراسة المبادئ الكلية الخاصة بجميع الموجودات، سواء ارتبط الأمر بالإنسان أو ارتبط الأمر بالحيوان، من حيث كون الوجود هو موضوع الميتافيزيقا. ونقصد بالموجود الموجود في كل أبعاده ومعانيه المختلفة، إذ أن الجوهر هو الذي يوحد بين هذه المعاني المتعددة والمختلفة. فالموجود يقال على عدة معاني، فهو يقال أولا على الجوهر وبواسطته، أي بواسطة هذا الجوهر يقال على الكمية والكيفية وغيرهما من المقولات. فالفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا إذن تدرس الموجود من حيث هو موجود، أي بصفته عارضا أو جوهرا، كما أنها تبحث عن مبادئ الجواهر وعللها كما أشرنا إلى ذلك سابقا. ففلسفة أرسطو في الميتافيزيقا تعتمد على نظريته في العلة، والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: يفسر أرسطو عن طريق العلة العناصر الميتافيزيقية المسببة للتغيرات المختلفة في الكائنات، ويقسم العلة إلى أربعة أنواع. هناك العلة المادية، وهي المادة التي تتكون منها أشياء كالخشب بالنسبة للطاولة مثلا، والإسمنت بالنسبة للمنزل. ثم العلة الثانية هي العلة الفاعلة، وهي ما يؤثر في إيجاد الشيء، أي ذلك الذي صنع الطاولة والذي صنع المنزل. ثم العلة الثالثة وهي العلة الصورية، وهي الأوصاف والمميزات التي تكون حقيقة شيء ما، وهو ما به أصبح المنزل منزلا والطاولة طاولة. ثم أخيرا العلة الغائية، وهي التي تشكل الغاية من وجود الشيء، وهو المقصد والغرض من إقامة المنزل وصنع الطاولة. فالمنزل صنع لكي نسكن فيه، والطاولة صنعت لكي نأكل عليها. هذه العلل الأربع اختزلها أرسطو في علتين أساسيتين، وهما العلة المادية والعلة الصورية. لماذا؟ لأن العلة الغائية تتواجد ضمنيا في العلة الصورية، أما العلة الفاعلة فترجع إلى العلة المادية، أي أنها تتواجد فيها ضمنيا. هذه الأخيرة اللي هي العلة المادية يسميها أرسطو بالهيولي، أي تلك المادة التي تشترك بها الأجسام وتجعلها أجساما، وهي الموضوع المتشكل من الصفات. أما العلة الصورية فسماها أرسطو بالصورة، وهي المبدأ الذي يساعد الهيولي ويعطيها ماهية خاصة ويجعلها شيئا واحدا، وهي ما نعقله في الأجسام، أي الشيء الذي ندركه ونعقله في الأجسام من الصفات كاللون والخفة والثقل والجمال إلى غيره من هاته الأشياء وهاته المميزات. نشوفوا العنصر الأخير اللي هو السياسة والأخلاق عند أرسطو. يهتم علم الأخلاق عند أرسطو بدراسة أفعال الإنسان وسلوكاته من حيث كونه إنسانا، ويدبر هذه الأفعال
انطلاقا مما هو كائن عليه. فالإنسان كما يرى أرسطو هو كائن مدني بالطبع، ولا يستطيع أن يبلغ كماله إلا داخل الدولة المدينة. ولتدبير الدولة المدينة لا بد أن نجد علما يدبر هذا الفضاء. هذا العلم حسب أرسطو هو علم السياسة. بما أن الفرد جزء لا يتجزأ من المدينة، فإن علم الأخلاق جزء لا يتجزأ من العلم السياسي. وهنا يبرز التداخل الشديد بين الأخلاق والسياسة في الفلسفة العملية عند أرسطو. يصف أرسطو في كتابه الأخلاق إلى نيقوماخوس موضوعه في السياسة، ويميزه بأنه علم ذو سلطة عليا، وينص هذا الكتاب على العلوم التي يجب دراستها في الدولة المدينة وغيرها من العلوم مثل إدارة الأسرة وفن الخطابة. فبما أن العلم السياسي أشرف العلوم العملية، فإن غاية باقي العلوم العملية الأخرى هي خدمة العلم السياسي للوصول إلى الخير الأسمى الذي هو السعادة في نهاية المطاف. لأن مهمة المدينة هي توفير الظروف الملائمة والأسباب لكي يبلغ الأفراد سعادتهم. هذه الأسباب نوعان، منها ما هو مادي ومنها ما هو أدبي. فالأسباب المادية خاضعة للأسباب الأدبية، لأن سعادة الإنسان مرتبطة بما هو خلقي وبما هو عقلي. وعن طريق المدينة يكتسب الأفراد الفضائل، وتقدم لهم فرصا لممارسة هذه الفضائل داخل المجتمع الذي يعيشون فيه. وعن طريقها أيضا، أي المدينة، تنشط عقول الأفراد وتتصل فيما بينها. يعتبر كتاب السياسة عند أرسطو من الكتب الكبيرة التي ألفها في هذا المجال، فهي تقع في 8 مقالات. المقالة الأولى مرتبطة بتدبير المنزل، أما المقالة الثانية فمرتبطة بالحكومات المقترحة على أنها متلى، المقالة الثالثة في الدولة والمواطن وفي تصنيف الدساتير، المقالة الرابعة والخامسة والسادسة في الدساتير الوضعية، أما المقالتين الأخيرتين 7 و8 فهي في الدولة المتلى. أما الكتب الأخلاقية فهي 3 كتب أساسية. أولا الكتب الأديمية، وهي أقرب إلى مذهب أفلاطون الأخلاقي وتتكون من 7 مقالات. ثم الأخلاق النيقوماخية وهي في 10 مقالات. هذا هو الكتاب الذي يشكل أساس الأخلاق عند أرسطو. ففي المقالة الأولى يتحدث أرسطو عن غاية الحياة، أما في المقالة الثانية فيتحدث عن الفضيلة، أما في المقالة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة فيتحدث أرسطو عن الإرادة والاختيار، أما في المقالة الأخيرة أي المقالة 10 فيعود لكي يتحدث عن الحياة لا كما يراها العامة، وإنما كما يراها ويتصورها الفيلسوف. الكتاب الأخير اللي هو الأخلاق الكبرى فهو كتاب يلخص فيه أرسطو الكتابين السابقين. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العرض الخاص بفلسفة أرسطو. هنا لا أدعي بأنني قدمت تصورا شاملا لفلسفة أرسطو. لماذا؟ لأنه يصعب علينا في ظرف 20 دقيقة أن نلم ونحيط بفلسفة فيلسوف واحد، خاصة إذا كان هذا الفيلسوف هو المعلم الأول. إذن الغرض من هذا الفيديو هو أن نوضح فقط الخطوط العريضة لفلسفة أرسطو. إذن ما بقي لي إلا أن أقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.